اول جزئيه محتاجين نضيفها هي ان يكون عندنا فيو معروضه فيه كل الموفيز الموجوده في الداتابيز. فهروح الاول هنا على الفولدر بتاع الكنترولرز واد كنترولر جديد، هقول له اد كنترولر، اد انا محتاجه امتي، وبعد كده هسميه مثلا موفيز كنترولر. خلي بالك موفيز مش موفي. كده اتعمل له كرييشن. اول نقطه طبعا بما اني محتاج اتعامل مع الداتابيز فانا محتاج اخد انستنت من الابلكيشن دي بي كونتكست، فهاجي هنا كده اقول له برايفت ريد اونلي ابلكيشن دي بي كونتكست، واعمل يوزنج للمودلز واسميها مثلا اندرسكور كونتكست. فطبعا يفضل انه طالما برايفت يبقى تحط قبلها اندرسكور. بعد كده هاجي هنا اعمل لها انيشاليز في الكونستراكتور، فهقول له ابلكيشن دي بي كونتكست سميها كونتكست. بعد كده اجي هنا اقول له اندرسكور كونتكست هت ايكوال الكونتكست. كده انا اقدر استخدم الكونتكست بتاعتي جوه الكنترولر ده. بعد كده محتاج اد فيو جديد، فهاجي هنا اقول له اد فيو وهسميه اندكس برضو زي ما هو واقول له اد. كده لو رجعت على الفولدر بتاع الفيوز هلاحظ ان انا بقى عندي فولدر جديد اسمه موفيز وجواه الفيو اللي احنا لسه عاملينه كرييشن اللي هو الاندكس. طيب هنيجي بس اندكس ده هنكتب مثلا جواه باراجراف، هنكتب جواه تيست علشان بس نتاكد انه شغال، ونسيف هنا ونرجع نرن الابلكيشن بتاعنا. دلوقتي لو جيت هنا قلت له باك سلاش موفيز فراح فعلا على الفيو بتاعنا، ودي الكلمه اللي احنا كتبناها اللي هي تيست. طيب تعالى نريموف اللينك بتاع البرايفسي ده ونضيف مكانه لينك تاني اسمه موفيز يودينا على الجزئيه بتاعت الموفيز. هروح على الفيوز وبعدين على الشيرد على اللاي اوت، اللينك ده اللي احنا مش محتاجينه او محتاجين نعمل له ريبليس. هاجي هنا مثلا اقول له موفيز وده هيروح على الاكشن اللي اسمه اندكس في الكنترولر اللي اسمه موفيز، وهشيل الاريا دي خالص مش محتاجينها وارجع على الابلكيشن اعمل ريفرش. كده هلاحظ ان في لينك عندي اتضاف هنا اسمه موفيز، ولو ضغطت عليه بيوديني فعلا على البيج الخاصه بالموفيز. هرجع على الابلكيشن مره تانية وهقفل الفايل بتاع اللي او ده انا مش محتاجه. خليك دايما اقفل الفايلز اللي انت مش محتاج تستخدمها علشان الدنيا ما تكونش زحمه قوي. بعد كده هاجي هنا على الاندكس نفسه هريموف دي خلاص مش محتاجها. اول حاجه محتاجه اوضحها هنا هي الموديل. الموديل بتاع الفيو ده هيكون عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الموفيز، او لو هنستخدم المصطلحات بتاعتنا البرمجيه فهي ليست اوف موفي. يعني ممكن اجي هنا اقول له ات موديل واقول له انا محتاج ليست، او ممكن اقول له اي انيميرابل اوف تايب موفي. يبقى هو كده فهم ان الفيو ده منتظر مني ان انا ابعت له ليست من الموفي. لو بعت له اي تايب تاني هيحصل عندك ايرور. بعد كده هاجي هنا كده هضيف عندي الفيو داتا، فيو داتا اوف التايتل دي طبعا علشان التايتل اللي يكون مكتوب هنا. لو تلاحظ دلوقتي مش مكتوب حاجه، فهاجي هنا اقول له ان التايتل ده هيكوال مثلا موفيز واقفل هنا، وبعدها هضيف هنا مثلا اتش2 عشان ما يكونش كبير قوي مش محتاج اتش1، واقول له مثلا هكتب جواه كلمه موفيز. دلوقتي لو انا رجعت عملت هنا ريفرش هتلاحظ ان كلمه تيست اتشالت وتحط مكانها كلمه موفيز اللي احنا كتبناها هنا، لكني لسه محتاج ابعت له الموفيز اللي جايه من الداتابيز وهي دلوقتي فاضيه، مفيش ولا موفي موجود عندنا في الداتابيز. لكن خلينا نعمل السيلكت بتاعتنا. اول حاجه انا هستخدم السينكرونس ميثود، فلازم هنا اجي اقول له async وبعدها اقول له task، اعمل يوزنج للثريدنج، وهنا اقول له اي اكشن ريزلت. بعد كده هاجي اعمل variable هنا اسميه موفيز، موفيز ده هيكوال مين، وزي ما اتفقنا ان احنا هنستخدم السينكرونس ميثود يبقى لازم استخدم الكيورد await، فهقول له await اندرسكور كونتكست. كده انا قادر اكسس التيبلز اللي موجوده في الداتابيز واللي ليها ريفرنس في الكلاس بتاع الابلكيشن دي بي كونتكست اللي هي كانت هنا في المودلز ابلكيشن دي بي كونتكست. انا اقدر دلوقتي اكسس الاثنين دولت لانهم موجودين هنا، فهرجع هنا تاني اقول له دوت موفيز، بعد كده اقول له دوت تو ليست اسينك، واعمل يوزنج للانتيتي فريم ورك كور. وكده بقى معايا ليست من الموفيز اللي موجوده في الداتابيز كلها. لو وقفت هنا كده هتلاحظ ان دي ليست اوف موفي، وبعد كده هبعت الموفيز دي معايا وانا رايح للفيو. كده انا خلصت الجزئيه المتعلقه بالكنترولر. يبقى كده الكنترولر بقى عنده اكشن اسمه اندكس، اندكس ده بيسلكت كل الموفيز الموجوده في الداتابيز ويبعتها للفيو. محتاج دلوقتي ان انا اعرضهم هنا في الفيو. اول حاجه تحت التايتل ده محتاج كمان ان انا يكون عندي
انكر تاج لما اضغط عليه، او بوتون يعني لما اضغط عليه ينقلني على الفورم بتاعت اد نيو موفي. فهاجي اقول له هنا انكر تاج، الانكر تاج ده هيكون مكتوب جواه مثلا اد موفي، وهاجي هنا اديله الكلاسز بتاعت البوتستراب، هقول له بي تي ان بي تي ان داش برايمري، وده لما اضغط عليه هيوديني على الاكشن اللي اسمه كرييت. وطبعا ده احنا لسه ما ضفناهوش في الكنترولر بتاعنا، ومش محتاج هنا اجي اقول له اي اس بي داش كنترولر موفيز، لان هو كده كده احنا موجودين جوه نفس الكنترولر، فمش محتاج اعرفه اسم الكنترولر. بعد كده هاجي هنا اضيف بقى الجزئيه اللي هتتعرض فيها الافلام بتاعتي او الموفيز بتاعتي. طبعا محتاج ابعدها شويه عن البوتون اللي هيكون موجود فوق، فهقول له هنا هضيف ديف، وهدي له كلاس بتاع البوت ستراب برده اللي اسمه ام تي داش 4 اللي هو مارجن توب 4. طبعا الكلاسز دي كلها موجوده في الدوكيومنتيشن بتاعت البوت ستراب، ممكن ترجع على الويب سايت بتاع جيت بوت ستراب وتقراها لو انت حابب ترجع لها. بعد كده محتاج هاجي هنا اتشيك، اقول له والله هل في موفيز موجوده في الداتابيز ولا مفيش؟ لو مفيش اعرض لي مثلا اليرت معين وقول للاند يوزر ان مفيش ولا موفي موجود في الداتابيز، ولو موجودين ابتدي اعرضهم. فهاجي هنا اعمل تشيك بسيطه جدا، بما اني طبعا هبتدي اكتب سي شارب، فهقول له ات عشان يفهم ان انا هكتب سي شارب، واقول له اف لو الموديل بتاعك دوت اني، واني دي بترجع بوليان او بتريترن بوليان في حاله ان هي لقت اي ريكورد موجود في الداتابيز، طالما مفيش جوه هنا كونديشن، فاي ريكورد هتلاقيه في الداتابيز هترجع ترو. انا محتاج بقى العكس، محتاج اقول له هنا لو هي بفولس، ودي معناها كده ان لو الموديل ده ما فيهوش ولا ريكورد موجود تماما. هيعمل ايه لو ما لقاش ولا ريكورد في الداتابيز؟ خلينا بس نحسن شكل الكود شويه. هيعمل ايه في حاله زي كده؟ محتاج احط هنا اليرت، فهروح على الويب سايت بتاع جيت بوت ستراب، واروح على الدوكيومنتيشنز، واختار هنا الفيرجن اللي احنا شغالين بيه اللي هو فيرجن 4.6، واجي هنا اقول له alert. هنحط مثلا الالرت ده اللي هو لونه اورنج شويه اللي هو بتاع الورنينج، وناخد الجزئيه دي كده بالظبط نضيفها هنا، هنغير بس المسج اللي مكتوبه جواها. هنيجي هنا نقول له no movies found. طيب ده كده لو مفيش ولا موفي جاي في الموديل بتاع الفيو ده. طب لو لقى بقى موفيز يعمل ايه؟ مؤقتا هنقول له else، لو لقيت خلينا نعدل بس الكود، اعمل لي يو ال اللي هي ان اوردرد ليست، وجواها محتاج ليست ايتم لكل موفي موجود، فهستخدم فور ايتش، فهقول له ات طالما هكتب سي شارب فور ايتش، وبعد كده اقول له فار موفي لكل موفي موجود جوه الموديل، اعمل لي هنا ليست ايتم، وبعدين هكتب سي شارب فهقول له ات موفي اللي هو الموفي اللي هو بيلف عليه دلوقتي دوت التايتل، ضيف التايتل وبس. وتعال نرجع تاني على الابليكيشن ونشوف ايه اللي حصل. كده تمام جدا، هتلاحظ التايتل بتاعنا موجود، وبعدها موجود هنا بوتون، لو ضغطنا عليه دلوقتي هيودينا على موفيز كرييت، لكن علشان هي مش موجوده فطبعا نرجع الايرور 404، وتحتها هنا الورنينج لان فعلا مفيش ولا موفي موجود في الداتابيز. طيب خلينا نيجي هنا مثلا بعد التايتل ده نضيف مثلا اتش ار، بحيث يبقى في خط فاصل ما بين التايتل وبقيه الفيو، ونرجع نعمل ريفرش. كده الشكل بقى اظرف شويه. خلينا بقى الفيديو اللي جاي نرجع ونضيف هنا ايكون مثلا تكون موجوده جنب الموفيز شكلها يكون ظريف، وايكون في بوتون، وايكون كمان مثلا ممكن في الاليرت ده، ونشوف ممكن ازاي نستخدم الايكونز جوه الابلكيشن.